الطريقة ديال عليك شي دخيل دابا شويه تبارك الله عليك نقول لهم فين نقول لهم نقول لهم فين تلاقينا فين تلاقينا تبارك الله عليك شي دخيل هذه لعبه امي وانا كبر منها باش تعرفها ممثله خطيره هذه ممثله غزاله فنة من القدامات ديالنا من الناس اللي خصنا نهتموا بهم ونحبوه بدر يا سيكلكا هي بدر التمام بدر في القلب ديالها بدر في تصرفاتها التعامل ديالها تعاونت معايا في البدايات ديالي عمرها ما خسرت ليا عمر الفلوس ما كانوا هما الهدف ديالها رغم ان ظروفها قاسيه وسميتو ولكن كانت تصبر وكانت تخدم تبارك الله انا احب هذه السيده هذه واحد المجموعه ديال النساء المغربيات اللي عطاو لهذا الميدان وللاسف دابا ما بقيناش كنعيطوا لهم بزاف ماشي حنا ولكن ما عيطوش لهم الناس اللي مسؤولين واللي خصنا نهتموا بهم ونكرموهم لانهم هما اللي بناوا الركيز ديال هذا الميدان السينمائي والفني بصفه عامه الله يا ودي ماشي غير في المسرح في المسرح ودرت معايا السينما ودرت معايا التلفزيون وخدمات معايا ودرت معايا لي كوليس وحنا الحمد لله بحال العائله دوبي اكثر من 20 سنه وحنا ولا اكثر وحنا تنعرفوا بعضياتنا الحمد لله كنخدموا ماشي غير تنعرفوا بعضياتنا تيباري حتى هو لا ميم شوز يعني الله يعمر ليه الدار من ايام انا وخويا ومراته هو معايا فنان وموسيقي وممثل كبير تبارك الله ومسرحي والله يكمل عليهم بخير نتمنوا من الله ان الناس يلتفتوا لهاد الناس ويعرفوا بان هادو هما الركائز الصحيحه ديال الميدان الفني والميدان التمثيلي يعني خصهم يتعاونوا معاهم تبارك الله للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في